مرحبا منا ليوم القيامة، يا هلا الوقفات واهلا الزعامة، مرحبا فيها من النور نور. واثني الترحيب والراس طايل بالرجال أهل الوفا والجمايل، والمحازم حاضرة ما تبور. مرحبا منا ليوم القيامة، يا أهل الوقفات وأهل الزعامة، مرحبا فيها من النور نور. واثني الترحيب عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام، كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طيبتوا. كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طيب الله فيكم. طيب الله حيك. الله يبقيك يا عبد الهادي، سلامتكم من حضر جامعتكم كذا الشوف. نسأل الله العظيم انه يبارك لهم ويبارك عليهم ويجمع بينهم في خير، وان الله يبني بيته، وان الله يرزقنا الصيب والنصيب. جيك يعني جيناك يا من حضر نمثل انفسنا واللي ورانا مسلمة ومباركة، ومعنا رمز معاون والمعين الله سبحانه وتعالى، ولا هو إلا قدمكم لفتاكم ولا هو بقدر، لكن العذر والسموحة أنا هو قليل أفسم منه هو كثير أفتستهلون. سلامتكم جميع. الله يحييك يا مرحبا ومسا. الله يحييك. السلام نظر يا رب. سلام عليك. الله يحييك. حياكم الله. تفضل يا رب. ودنا نسلم عليك. مساكم الله بالخير جميعا. لكن نبي نضيع. يحييك الله يحييك. مساكم الله بالخير جميعا. الله يحييك. الرجال اهل الوفا والجمايل، والمحازم حاضره ما تبور. مرحبا منا ليوم القيامه، يا اهل الوقفات واهل مرحبا فيها من النور نور، مرحبا فيها من النور نور، محفلا فيها نشتاق. مرحبا بكم. عافيكم. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طاب الله فيكم. وتركي مساك الله بالخير والجميع، دام الزواج وحبينا مشاركتكم، فاحنا منفوح منا الحريق وحضرنا على القصور. اهلا والله ليه يلا حيهم. تفضلوا محمد. تفضلوا يا ابو. لا I'm
طيبين. انتم كيف انتم؟ ابيكم. هذه سلامتكم ان يسمع. معكم عاونه من الجماعات اللي ملفين واسماهم على قدام عطاهم. هنا 21,000 ريال. السلام في الجميع. الله يحييكم تحيات الحي. ابد الله يحييكم. الله يحييكم تفضلوا. يلا حيوا مرحبا. الله حيوا. يا مرحبا. ما شاء الله. عليكم السلام، كيف انتم؟ أبيكم. طيبين؟ طيبتوا، كيف انتم؟ أبيكم. طيبين؟ طب الله فيكم، تفضل الله يحييك. الله يبارك فيك.
سلامتكم وطالت اعماركم يا الانساب. معنا اجبنا على مجلسكم من الاخوان الحمل الشهور وسلامتكم. الله يحييك، 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 بدنا نسلم على كل واحد منكم. ويعتذر منك والله ان عنده مناسبه ولا هو فاضي. وسلامتكم جميعا. سلامة الجميع. الله يحييك. احنا ظاهر الحين جينا مع الباب ذا المفروض نجي منك. لا تحب. شاركتهم بسيطة. ما يحتاج لك. ما يدري اسوي الكلام كله. انتم العطر. الله يحييك. تو فيت وكفيت والله لين. تفضل. سلم على الله. الله يحييك. طبتوا كيف انتم؟ عافين. مساكم الله بالخير جميع. مبروك زواجكم. يا ابو تركي نعرف معونة زواج اخونا تركي بن الله الهادي. الله يوفقه ان شاء الله. والله ما ترجع والله ما تخرج من غير الفجر. طيب
السلام كيف انتم؟ عليكم طيبين؟ انتم كيف انتم؟ عليكم طيبين؟ الله فيك سلامة الجميع يا الحصان كلكم جميع الله يوفقكم ويسلمكم وجاكم الزواج جايين مباركة ومسلمة ومشاركة رجل والله يذول الدواعي بالكلام وانا موظفين مني سلامة الجميع يا عبد الهادي الله يحييكم حيا الله الله يعافيك المفروض ان شاء الله مرحبا ومسهلا هذا معاون مبروك يا ابو هذا معاون السلام عليكم مساكم الله بالخير. أول شيء ألف مبروك للعريس وأقول خير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. أتمنى لهم حياة سعيدة والله يبني بيته إن شاء الله وأتمنى لهم التوفيق يا رب العالمين يعطيك العافية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الليلة المباركة أنا أود أن نتقدم للابن تركي بالدعاء بالتوفيق إن شاء الله وأن يجمع بينه وبين زوجته في خير وأن يبارك لهما وأن يرزقهما الذرية الصالحة وأن يبارك لأخونا عبد الهادي وأنا نسأل الله أن نراه جدا قريبا فبارك الله للجميع وفرصة طيبة وإن شاء الله زواج مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. نبارك للابن تركي ابن عبد الهادي ابن عبد الله آل حصان بهذه المناسبة زواج هذه الليلة متمنين لهم التوفيق والسعادة في حياتهم والعاقبة لنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم نبارك لابن تركي الله يبارك له إن شاء الله ويجمع بينه ويا أهله في خير إن شاء الله وعلى ما قال أبو محمد الله إن شاء الله إن شاء الله يوفقه ويتزوج إن شاء الله وأنا من بعده إن شاء الله الله يستر عليك ويوفق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم نبارك للأخ أبو تركي في زواج بلده الله يوفقهم ويسر أمورهم ويسعدهم إن شاء الله والله العقبة لنا إن شاء الله فيما بعد شكرا. نبارك للابن تركي بن عبد الهادي والله يوفقه ابن بيته ويرزقه ذرية الصالحة ونتمنى التوفيق للجميع شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الليلة المباركة نبارك للابن تركي بن عبد الهادي الحصان ونقول له ما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. حياك الله اهلا وسهلا الله يحييكم تحيات المطر الله يبارك للمعاريس بكرهم ذرية الصالحة الناصحة إن شاء الله ويبارك لهم ويبارك عليهم إن شاء الله ويسر أمرهم بعد أعباكم. أهلا وسهلا حياكم الله نقول بارك الله للعريس وبارك عليهما وجمع الله بينهما في خير. نسأل الله أن يبني بيته ويجعله بيت الصيب والنصيب والدعوة اللي ما تخيب وأن يبكرهم الصيب الصالح والذرية الصالحة اللي تعينهم على الحياة إنه على كل شيء قدير. جزاكم الله خير على هذا اللقاء. مرحبا الله يحييك في هذا الليل المبارك نقول للمزوجين بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. الله الله في الصلاة الله الله في الصلاة الله الله في الدين
وفي الأخلاق الطيبة تركي من الشباب اللي نعتمد عليه، الله يبارك فيه ويصلحه ويجعله إن شاء الله من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. شكرا لكم ولحضوركم. حياك الله، أهلا وسهلا. نقول لهم مثل ما قال رسول صلى الله عليه وسلم، بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم في خير، الله يجعله بيت الصيب والنصيب ويوفقه إن شاء الله. وشكرا لكم على حضوركم، الله يحفظكم. السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه الليلة المباركة في حفل زواج تركي بن عبد الهادي بن حصان، نسأل الله سبحانه عز وجل أن يوفقه ويسر أمره، وندعو له بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لهما وبارك عليهما، الله يجمع بينهم في خير، ونسأل الله العلي القدير أن يجعل بينهم مودة ورحمة، وأن يسعدهم في الدنيا والآخرة، يوفقهم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه الليلة المباركة نبارك للابن تركي بن عبد الهادي زواجه، ونسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والذرية الصالحة، ونقول له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير. نحن سعداء بالرفيق الغالي، ونسأل الله له التوفيق والسعادة الدائمة، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبارك للابن تركي بن عبد الهادي، موصولا التبريك للأخ عبد الهادي، ونسأل الله لهم التوفيق، ونسأل الله أن يجمع بينهم في خير. الحقيقة كان حفل طيب، كل شيء تمام ولله الحمد، وجماعة غالير ورفاقة نغليهم، والله يوفقهم إن شاء الله ويسهل أمورهم، إنه الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبارك للابن تركي بن عبد الهادي، موصولا التبريك للأخ عبد الهادي، ونسأل الله لهم التوفيق، ونسأل الله أن يجمع بينهم في خير. الحقيقة كان حفل طيب، كل شيء تمام ولله الحمد، وجماعة غالير ورفاقة نغليهم، والله يوفقهم إن شاء الله ويسهل أمورهم، إنه الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نسأل الله التوفيق لعبد تركي بن عبد الهادي الحصان، والحقيقة جمعة طيبة وزواج مبارك، ولا نقول له إلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك اللهم لهم وبارك عليهم وجمع بينهم في خير. أسرة الحصان أسرة غنية عن التعريف، ومواقفها طيبة مع القبيلة، مع خارج القبيلة، فندعي للمعرس عبد تركي بن عبد الهادي بالتوفيق، سلامتكم من يسمع. يا مرحبا، الله يحييك ويحيي جماعتنا جميعا والضيوف اللي جونا اليوم في هالصالة في زواج الابن تركي بن عبد الهادي، ونرحب بالجميع. وأسرة الحصان مشايخ للقبيلة في كل علم غانم، في كل علم غانم تلقى هذه الأسرة اللي نقتدي بها دائما حقيقة، من أحد شيباننا كلنا حنا الفردان والجماعة كلهم ولا قصور في الحاضرين. الله يبارك له في الزواج، الله يبارك له، وشكرا لك أنت ومجموعة اللي جت معك، ترتيبكم وتصويركم طيب، شكرا لك. نعم، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يمسيكم بالخير جميع، شكرا على هذا اللقاء، ومبارك للابن تركي، الله يبارك له ويبارك عليه ويجمع بينهم في خير، ويعيننا ويعينهم على الحياة. وما قال الأخ محمد قبل شوي، هم قدوتنا اللي هم الفردان في كل شيء، هم القدوة، وممكن ما أحد يلحقهم في الطلاقة ولا في العلوم الطيبة، وفرصة طيبة الله يحفظك إن شاء الله.
الله يعافيكم. سلام عليكم. عليكم السلام، كيف انتم؟ عافيكم. طيبين. طبتوا كيف انتم؟ عافيكم. طيبين. طب الله فيك. مجرين يا رجال. الله يعافيكم. مساكم الله بالخير جميع. يا ابو تركي سلامتك وسلامة من يسمع. يا الولك ذا الزواج، والله يجعله زواج مبارك ويبني بيته ويرزق الذرية الصالحة. ألف عليك ربعك اللي تشوفوا جيهم مشاركت ومباركت ونفاعة. هذا في قد علمنا وعفاك وعفا من يسمع. سلمت، الله يحييكم ويحيي علومكم. يا مرحبا ومسهلا. الله يحييكم ويحييكم. الله يحييكم. تفضل. مبروك. تفضل الله يحييكم. تفضل. مرحبا يا رجال. مرحبا. الله يحييكم. السلام عليكم. الله بالخير. الله السلام عليكم. السلام عليكم. انا بناخركم. اهلا وسهلا. يلا حيوا. اهلا وسهلا. طيبه انت غالي وربعك اغلى. دعيتنا واجتمع المطاليقه فيهم بالكلام. جيناك مشاركين ومسلمين ومباركين ومعنا لك ثنتين. الاوله دعوه صالحه ان الله يبني ابناك يجعله بيت الصيب والنصيب. الثانيه معنا لك عطاء والمعطي الله. 24,000 والله لا يبقى قدرك عندنا ولا يبقى جهدنا، ولكن الدعوه فرح ومشاركه. ها وسلامه الجميع. الله يحييكم ويحيي علومكم. يا مرحبا ومسهلا. اقرب الله يحييك. لما الحال يسلم عليك. الله يبقيك. الله يحييهم. الله يحييكم. مرحبا يا رجال. مرحبا يا رجال. تفضل. الله يحييك.
السلام عليكم. السلام عليكم. صار ابن حميد يعتذر، ابو قاسم يعتذر، سعيد بن سعد بن مسعود يعتذر وعطاهم على سلامتكم. سلمت الله يحييك ويحيي علوم ويا مرحبا ويا مسهل الله يحيي الجميع. يلا حيهم. مرحبا ومسهل. مبروك ان شاء الله. مبروك ان شاء الله. تزوج قام فضلك. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طبتم، كيف انتم؟ عافيكم. والله سلامتكم كبير. سلام. كفين لاخويا خدمة. سديد. جاتنا دعمتكم يا الحصان. حضرنا الليلة مسلمة ومزاورة. ومبارك للبابا العرسان، نقول بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. اللهم معنا نفعة. إن هي كثير تستاهلونها وإن هي قليلة تسمنوها. سلامتكم جميع. الله يحييكم ويحيي علومكم. يا مرحبا ومسهلا. مرحبا ومسهلا. الله يحييك. يحييك. لا والله يا الله يحييهم. تفضل الله يحييك. تفضل. تفضل يا ابو الله. مرحبا ومسهلا. الله يحييكم. تفضل. مرحبا ومسهلا. يلا حييهم. الله يسلمك. كل واحد يحييك. السلام عليكم. السلام عليكم. حييهم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف انتم؟ نسيت بالخير. مساكم الله بالخير. الله يجعل ايامكم كلها افراح. اللهم امين. مساكم الله بالخير بتركي. مرحبا ومسهلا. وين ابو تركي؟ Yeah.
قريب واللي عالم من بعيد، مرحبا انت راح يحيي بالحياة. الله يحيي الجميع اخوان، الاخوان يحيون بكم ويقدمون لكم عزيمة للغدا بكرة، وحن طالبينكم ما فيها الا التمام ونفتح شوبكم جميع. الله يبنيك ويطلب عليك. استغفر الله اللي تكلمت عليه من اكبر مني، لكن انا عايز شديد لان قاعدين قمر والعشاء الليله قد حين متعشين معكم ولا بقش من العشاء الليل، والله ان منا اللي مسافرين ذا الليل واللي مسافرين بكره الصباح بتحطونا في واسع الاذن. الله يغنيكم. ما يحتاج، ما عليكم جود، لكن والله ما عندنا فرصه. والله ان اغلبنا الليل ما شوفت الصباح الكبيره. أبشروا بالعمر، مرحبا من اليوم القيامة يا أهل الوقفة وأهل الزعامة، مرحبا فيها من النور نور، مرحبا فيها من النور نور، محفل مرحبا من اليوم القيامة يا أهل الوقفة وأهل الزعامة، مرحبا فيها من النور نور، مرحبا فيها من النور نور، ليلة تسوى ثمانين ليلة، من طرب والرأس من هو يشيله شايشا وافخر بكل الحضور، قلتها من طيب شاعر جمل تربعي وناسي وانحتم.